السلام عليكم. هنا نشوف من الفضاء يعني صور نتاع التهيئه نتاع يعني التهيئه نتاع المنطقه ككل، فيها منطقه تاع ان زون دو بليزونس، ميناء صغير وان جوتي على البحر، وكذلك فيه الكاليبراج نتاع الاستوير نتاع الواد نتاع الحميز على البحر. إذن أشغال كبيرة نشوفوا فيها حسب الصور هذه. ونزيد نقترب، نروح نقترب من المنطقة هذه ونشوف الأشغال هذه عن كاتب. اليوم رانا في شاطئ برج البحري ونشوف لاميناجمون تاع الشاطئ هذا. ما تغيرش بزاف، هنا نشاهد انه فيه اشغال على مستوى الشاطئ هذا. نشوفوا منطقة واحدة اخرى، وهنا نشاهد جانب من الأشغال. تاع الكاليبراج تاع وادي الحميز، وعلى مستوى المصب ديالو في البحر. دوك نهبط هنا نشوف الواد راه قيد الأشغال، وهنا الجسر اللي راح يمر فوق الواد هذا.